الطريقة هذه اللي هو دات لاين او اللاين اهو، نحل المانديبل بالطريقة هذه باش يكون اوضح لكم. هذا زي قامة كارش، اني في التمبرا الفوسة، بعدين نشوف الاليفيشن اهو، هذا بنقولوا له انفرا تمبرال كريست اوف جريتر وينج اوف سفينال. كريست، كريست معناه شنو؟ عرف ولا؟ اهو اهو. اذا لما نحط اني السبعي او ذيس وان، هذا هو نقصد الانفرا تمبرال كريست او الخط اهو، هذا الخط، خط اهو هذا فكرة انفرا تمبرال كريست اوف جريتر وينج اوف سفينال، الخط هذا معناه لما نحط سبعي بالطريقة هذه لحد ما يوصل اني في التمبرا الفوسة، اول ما يمر ذيس كريست اوفر هير أنا بنخش في الانفرا تمبرال فوسة. إذا عندنا التمبرال فوسة والانفرا تمبرال فوسة انتر كوميونيكيت، ولا سمع انتر كوميونيكيت؟ متصلات ببعض بطريقة فريلي يعني. هذا الارش تحت بالضبط تخش تمبرال فوسة انفرا تمبرال فوسة. معناها الريجن هذه لما نحكوا عليها ما نعنيش بها ان هم راهم مفصولات على بعضهم، بس احنا باش ساعدنا في الدراسة بتاعهم جيت للمنطقة هذه فوق من الكريست هذا وقلت سميتها تمبرال فوسة وحكينا عليها شوية شن فيها بس ساعدنا، لكن لما نفوتها في الانفرا تمبرال فوسة خديتها كمنطقة جديدة وتحددت على الكونتنت بتاعها، لكن هذا لا يعني انهم مفصولات على بعضهم بشكل نهائي. واضح الكلام؟ واضحين؟ تقدر تعرفوا عليه الكريست هذا؟ انفرا اسمها انفرا تمبرال كريست او جريتر وينج اوف سفينويد بون. لو حطيت انا المانديبل بالطريقة هذه اوكي نتحصل مور اور ليس على سبيس، ولا هذا سبيس اللي فيه تب البن او السبيس اللي يتحرك فيه البن اهو. سبيس اهو ديس وان اللي هو اللي يقصد به الانفرا تمبرال فوس. معناها هني بطريقه او باخرى نقدر نقول هذا السبيس عنده باوندري، عنده حدود خاصه به، وهبستهم انا مش حافظهم راهو، نحط التب في ذا فينجر بتاعي انا صبعي تو في الانفرا تمبرال فوس ولا او بنحي المندبل بس يخلي صبعي ما يتحركش ونحطها في الاناتوميكال بوزيشن بتاعها. بالله تو صبعي ميديا ليش الموجوده اهو بالضبط، اما السيرفس هي عندها انر سبيكت وعندها لاترال سبيكت اكزاكتلي معناها موجوده يمثل الميديا وول. وحاجه ثانيه التب بتاع الفينجر بتاعي مش فيه زي او الديفكت، هذا بون وهذا بون بيناتهم زي الديفكت اهو، هذا اسمه تيريجو ماكزيلاري فيشر اهو، هذا اسمه فيشر. معناها لما نحط صبعي بالطريقه هذه او بالطريقه هذه اللي هو على الميديا وول اللاترال سيرفس واللاترال تيجو بليت والتيريجو ماكزيلاري فيشر، انا مش حنسمي حاجه ما اقدرش نوري لكم هنا، هذا الميديا وول بتاعها او بتيرن ماي فينجر اوفر هير اوكي بوستيريور اسبكت بتاع المكزيلا، هذا المكزيلا هذا البوستيريور اسبكت بتاعها، معناها البوستيريور اسبكت بتاع المكزيلا هو الانتير وول بتاع الانفرتيمبرال فوسه ولا الانتير وول بتاعها، هذا صبي هذا الميديا وول تيرن ات لايك ذيس انتير وول البوستيريور اسبكت اوف دي انفرتيمبرال فوسه. لو اني بنحط بندف حوندف صبعي فوق هنا هير اوفر هير هذا تابع للانفرا تمبرال فوسة، هذا يمثل الروف السقف بتاعها. لو جيت انا فروم ان ريسبكت انا متعود الفورم نتعرف عليها فروم انسايد فروم انسايد فروم نوت فروم اوتسايد، نحط التب اوف بن اوفر هير ممكن هذا اوضح والترن ات لايك ذس اهو تشوف فيه ولا هذا يمثل الروف الفورم الاوفال تفتح في الروف نتاع الانفرا تمبرال فوسة الروف نتاعها السقف نتاعها. اذا الروف نتاع الانفرا تمبرال فوسة عباره عن جزء من السفينويد بون، السفينويد بون هو يكون لنا الروف واللي موجوده فيه الفورم الاوفال هي والصغيره هذه اللي انتم عارفينها تو حاليا تاع الميدل مينينجيلاسي فورم سبانوز، اذا هي موجوده في الروف نتاعها باي. لو اني بنرجع المانديبل بالطريقه هذه اجين اكزاكتلي وبنحط صبع نتاعي بالطريقه هذه وبترنت الريمس يمثل اللاترال وول ولا نتاعها اللاترال وول نتاعها بوستيرلي او السبيس او تخيلوه هذا يمثل بوستير وول نتاعها سواء كان هي ستايلود بروسيس هي مثلث هو ايوه بوستير جود بليت ايوه الثلاثه هذوم يكونوا البوستير وول نتاعها نتاع الانفرا تمبرال فوسا. نجي للانفيريور وول عند الميديال تيرجويد ماسل، طبعا تيرجويد بليت تشد فيهم تيرجويد ماسل ولا واحده منهم الميديال هي ميديال تيرجويد ماسل تشد هنا اي تشد هنا الميديال تيرجويد تشد هنا شفت الرفنس هذا هي جايه داون وورد فور وورد اللاتر اللي تشد فيه بالطريقه هذه زي صبع الكبير بالطريقه هذه تسكر كانها بتسكر لنا الانفرا تيمبرال فوسا فروم بيلو ولا تكون لنا الانفيريور وول بتاعها وبالطريقه ميديال تيرجويد ماسل الانسيرشن بتاعها هيك بالطريقه هذه يعني تشد هنا بالطريقه هذه بعدين تسكر لنا الانفرا تمبرال فوسا فين بيلو.
اذا الانفرا تيمبرال فوسا سبيس هذا عنده انتير وول وعنده ميديال وول وعنده انتير وول ولاترال وول وبستير وول وانفير وول. اوكي لو نجور الكونتنتس انت كيب ان يور مايند حتى قبل ما تبدا تقول لابد يكونوا نيرفس ما فيش غير مهم يا بلاد فيزل يا مسل هذول احنا اللي نحكوا عليهم. يا حاجه ثانيه اكسبشن شويه ممكن تلخبط فيكم شيء اللي هي الباروتيد جلاند. لو جينا النيرفز احنا عرفنا انه هو المانديبلا نيرف طبعا اللي يخش من الاوفال من يطلع من الاوفال يطلع ويخوه حقيقه الامر يخش اغلب شيء لان اغلبيته هو سنسري بالطريقه هذه. اذا واحده من الكونتنت بتاعها الانفرتيبرال فوسا المانديبلا نيرف ما ننساش بطبيعه الحال يعني لو عرفت ان الروف بتاعها تفتح فيه الفورامين اوفال ولا والمانديبلا نيرف عنده في جانجليا جزء من الاوتونوميك نيرف اسمها اوتيك جانجليا اذا حتى هي من الكونتنت والكوردا تمبناي حتى هي نفس الشيء واحده من الكونتنت. لو بنضيف نقول سبيرو الفيرا نيرف ماكسيلاري سبيرو الفيرا نيرف الفيرو الفيرا نيرف الفيرو الفيرا نيرف او يطلع من الفوسه ويخش هنا يخترقها واحده من البرانش بتاع المانديبلا نيرف اللينجوا نيرف البكال نيرف الكوردا تمبناي المصل. لو بفكر في المصل بطبيعه الحال لابد يكون ولا الميديال واللاترال تيردويد والتمبرال مصل هي جايه هنا الاند بتاعها شده في التب بتاع الكورونيد بروسس اذا حتى هي ممكن نعتبرها من الكونتنت. نفكر شويه شنو نسيت شنو نسيت اكزاكتلي ما تنسوهاش لان هي تلخبط في الطلبه يعتقدوا ان البروتوجان موجوده في البروتوجان دريجن كلها سوبرفيشال وهي في حقيقه الامر في جزء منها نعم لا هي عندها جزء منها جزء لو جينا وقت حناخذها البروتوجان لكن عندها هي الديب بارت شفتوا اكستند ديب ويخش في الفصه وبالتالي يعتبروا فيه واحده من الكونتنت اللي هو الديب بارت اوف دي باروتد سيلفر جلاند ما تنسوش باين. اذا الكونتنت بتاعها نفكر في النيرف حنقول مانديبلا نيرف ولا وتيرجويد فينس بلكس تنسيناه بطبيعه الحال حوالين التيرجويد مسل والنيرفز حنفكر قلنا المانديبلا نيرف ماكسيلاري لا سبيرو الالفيولار قلناه اكزاكتلي الكوردات الكوردا تمبناي ريترو مانديبولار لا تيرجويد فينس بلكسس تيرجويد فينس بلكسس التيرجويد مسل حوالينهم بلكسس اوف نيرفز بلاد فيزلز اللي هم فينز سميناها تيريجويد فينس بلكسس هذه موجوده من الكونتين قلنا المانديبولا نيرف ماكسيلاري لوتي جانجليا بوستيريو سوبيرو الفيلا باكل لينجوال ماكسيلاري ناهي ماكسيلاري تري ماسلز ميدولا تيريجويد وتيمورالز ودي بارت اوف دي البارت اذا الكونتنت خلوا بالكم عليها باين تقريبا 12 كيف ات يور مايند.